بالنسبة لعائلة أبو العنزين التي تقطن في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، مشهد المصالحة يكمن في تغيير أحوالها نحو الأفضل وانتشالها من براثن الفقر والعوز الذي انقض عليها منذ تضييق حلقات الحصار الإسرائيلي على القطاع إثر الانقسام الفلسطيني قبل 7 سنوات. أنا وإحنا من الناس إخوتي يعني قاعدين لا شغلة ولا عاملة، وكل ما بدهم يروح يشتغل ما فيش شغل أصلاً، المعابر مسكرة والإيرز مسكرة والحصى كله والبنى كله واقف والحديد كله واقف وكله واقف. ليش الناس عايشة؟ عايشين بس من قلة موت يعني، وإحنا كنا هنا كله قطاع غزة كله في سجن. تسكير المعابر لها دور كبير في اللي هي نسبة البطالة مرتفعة، يعني من جيلنا للجيل الأصغر فيش له عمل، وبالتالي لما يصير في مصالحة في إنهاء انقسام بتدخل الأسمنت والشميمت والحصم وكل هذا، أكيد طبيعي أنه يصير في عمل للشباب وللجيل القادم. الغزيون كبقية الفلسطينيين يأملون في الانتقال بالمصالحة من مرحلة التوقيع والتصفيق إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ، خصوصا في ظل التجارب السابقة مع حركتي فتح وحماس التي أفضت إلى اتفاقات لم ترى النور. حقيقة عكست غياب الاحتفالات بالاتفاق الجديد أو حتى مجرد التفاؤل بحدوث تغيير حقيقي. نأمل من الله المصالحة إن شاء الله تتم. أنا واحد من الناس كنت أشتغل الخياط في غزة، يعني إلي كنت حوالي 10 سنين وأنا قاعد. نأمل من الله إن شاء الله هالمصالحة تفتح المعابر، تفتح وتصير الإشي كل طبيعي يعني زي ما كان قبل الانتفاضة الأولانية. إحنا مش ضروري الشغل، المهم المصالحة أبدا من كل حاجة. الشغل مش مهم، هذا رزق من الله الشغل. أما المصالحة نتمنى من الله يكون موجودة، يعني الحمد لله يعني في بوادر خير للكل. لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، جوانب أخرى ترتبط بغياب التفاعل الشعبي مع الاتفاق الجديد وتتعلق بعدم الثقة في تغيير الأوضاع الاقتصادية وتحسين ظروف الحياة اليومية في غزة في ظل الرفض الإسرائيلي والأمريكي للمصالحة الفلسطينية، رفض قد يزيد الحصار حصارا. تهديدات بفرض حصار نحن ندرك خطورتها، ولذلك نحن أهم خطوة لنا الآن هي أن نحصن هذا الاتفاق بتوفير مظلة أمان عربية، وإذا أدرك من يحاول أن يحاصرونا أننا مصممون على السير في هذا الاتفاق فسينهار الحصار. أعتقد أن تشكيل حكومة من مهنيين مستقلين من تكنوقراط وبرئاسة الرئيس أبو مازن لا يترك أي حجة لأي طرف للإدعاء بأن هناك سبب لفرض حصار. على أهمية المصالحة الفلسطينية في توحيد الجهود السياسية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن غزة تحبس أنفاسها خلال الأيام القليلة المقبلة انتظارا للتغيير المنشود على صعيد تحسين الأوضاع الاقتصادية ومعالجة المشكلات الحياتية اليومية. فهل تتحقق الأمنيات والتوقعات أم تزداد الأمور تأزيما وتعقيدا، ليصدق المثل القائل كأنك يا أبو زيد ما غزيت. محمد الأصل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.